السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات يوميات ريحانة. شوية مشتريات اهوت عشان نعرف الأسعار مع بعض. رحت السوق النهاردة، السوق عندنا بيبقى يوم الاثنين. جبت جزر اهوت 2 كيلو ب10 جنيه، جبت كيلو، وما بحبش أكتر يعني في الحاجة، بحب الحاجة في البطازة كده. وجبت خيار، الخيار هو الخيار زي الفل، هو لسه طالع من المزرعة اهو. اللي الكيلو ونص ب10، الأسعار رخيصة النهاردة يعني. جبت كيلو برضو، والطماطم النهاردة حلوة حلوة خالص اهيت، جميلة بتبرج. جبت الاتنين كيلو في السوق ب10 جنيه، جبت كيلو، وجبت قصب يعني هو مربطهم كده البياع شوية، دول ب5 جنيه. والتفاح الكيلو ب20، جبت كيلو ونص اهوت ب15 جنيه. والبطاطس اهيت، بطاطس كويسة يعني، اللي هي ام عين حمرا ديت، اللي الكيلو ونص ب10، جبت كيلو ونص. ودي الحاجات التانية اهيت، شاي ب8 جنيه، عشان نعرف مع بعض الأسعار يعني. وده سكر نبات الواحدة ب75. وده كريم شانتيه اهو ب3 جنيه، سكر نبات مع بعض اهو. وده ذرة شاي ب4 جنيه، وعدس برضو ب4 جنيه نفس السعر، وخميرة فورية بجنيه، ودول بنص جنيه فانيليا اهي. وده سحلب، جبت كمان سحلب ب6 جنيه، الباكو سحلب حلو بالمكسرات. ودي المنظفات، جايبة خل الجزر ب6 جنيه. جبت صابون سايل فل اهو، ده ب5 جنيه ونص. وده أوبسي ب5 جنيه. ده يعني عشان نعرف مع بعض الأسعار كده. ده أول فيديو ليا مشتريات في القناة بتاعتي، وأرجو أن تدعموني ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.